الرقص الديني شيخنا، الرقص الدين عند الذكر وكما يفعله بعض المتصوفين. لا، الدين ليس فيه رقص، بل قد كان من دين المشركين المكاء والتصدية. قال الله تعالى: ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فهذا مذموم ومردود على أهله، وهو ما يفعله النصارى في كنائسهم في الصدر. يحتجون بقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه الصلاة الرقص قيام وقعود على جنب. لا، هذه بالذكر في كل أوقات الإنسان وكل حينه، يذكر الله في حال قيامه ومشيه ولا ينساه، ويذكره في حال اضطجاعه على جنبه. نعم. ويحتجون: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إشعار بالقيام والحركة. القيام ليس رقصا، لا يمكن أن يفسر القيام بالرقص. أركض، أركض برجلك، أركض برجلك، هذا لطلب الماء، لضغط الأرض. ما يصلح ينبع منها الماء أصلا للرقص. بعض المحتج به الضرب في الأرض حتى ينبع منها الماء رقص. طيب، ما تقولون في الرقص شيء؟ أصل حكمه شاع في الصدر الأول أن أهل الحجاز يستحلون الرقص، فسأل رجل مالكا عنه فقال: وما الرقص؟ قال: قوم يضربون الأرض بأيديهم وأرجلهم، كانوا يسمى تغبيرا إذاك في العراق. نعم. فقال: أبهم جنون. فالرقص إذا كان المقصود به التمايل الشديد الذي فيه ضرب الأرض بالأرجل وما هو أكثر من هذا، أو ما هو أكثر من هذا، هذا ليس من، لكن أشهد له حديث رقص الحبشة في المسجد. هذا ليس رقصا، إنما هو تدريب عسكري، فهم يرمون الحراب. الذي يدل على أنه ليس تدريبا قوله صلى الله عليه وسلم: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة مع التدريب. التدريب العسكري لا بد أن يكون فيها حركات معينة. بلى، لكنه يعني سياق الحديث أنه في اللهو، وعائشة رضي الله عنها تنظر، عائشة النور إليه هو اللهو، وفي العيد نور إليه لهو، لكن المشاركة فيه مع ما فيها من التلهي هي مع ذلك، يعني هو وجود التدريب حاصل. لأن حديث أيضا حديث أن يلهو بالرماية، الرماية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلمها أن يتركها، وبين أن يتخذ أعوادا يلهو بها، والمقصود بذلك له مع التدريب وليس له وحده. طيب، حديث علي رضي الله عنه الذي فيه الحجل مشهور. نعم، هذا أذنتم أروي لفظه لإسماعي والإخوة. يقول: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لزيد: أخونا مولانا. فحجل زيد، وقال لجعفر: أنت أشبهت خلقي وخلقي. فحجل وراء حجل زيد، ثم قال لي: أنت مني وأنا منك. فحجلت وراء حجل جعفر. والحجل يعني ليس مثل ما ليس قال مالك ضرب، ليس رقصا، لا، لكنه قفز هكذا السير مثل مشي الحجلة التي هي البطة. نعم، هو مشي فيه تمايل لشدة الطرب، وهذا ليس، هذا قد يقع أصلا من غير إرادة، وإذا حصل بالإرادة فليس رقصا ولا حرج فيه، لا يكون أصلا للرقص. لا لا. طيب، هو مثل تمايلك لو أنشدت شعرا فأعجبك فسست رأسك. نعم. والرقص هو في أحيان كثيرة طرب، مع لكنه طرب غير مؤدب. طيب، أنا أحد أجدادي جده رحمة الله عليه يقول: الطبل والرقص والتغريد للطرب ليست وربك في شيء من القرب.